ممكن تمرين رقم 4 نعتبر في معنى متعامد ومنظم النقاط A 1 3 و B 5 1. السؤال الأول: حدد إحداثيتي المتجهة A B. وراني حدد إحداثيتي المتجهة A B. ممكن A B اش غندير؟ زيد زيد شنو ندير؟ اكس بي ناقص اكس ا. الو ا بي شنو عندها؟ اكس بي ناقص اكس ا. اكس بي شنو هي؟ اكس ا ايكال بي. يعني ا بي شنو عندها؟ 4. وما كديرش تساوي ا بي. رجع للسطر رجع للسطر دائما عاودها. 5 ناقص 1 واحد ناقص 3 يعني هكذا هو الاحداثيات تاع ا بي. الاحداثيات تاع ا بي هي ر ناقص 2. السؤال الموالي: استنتج مسافة ا بي او احسب مسافة ا بي. شوف هذه كتعبر على مسافة ا بي هكا مسافة ا بي شنو كتساوي؟ قاعدة تاعها ربي طبعا تساوي جدا مربع اكس بي ناقص اكس بي. اما نكتب ديريكت هو اكس بي ناقص اكس ا كل زيد ما يمكتبها زائد تساوي اكس بي ناقص اكس ا. راني ديجا حسبتها هي. شوفوا هنا وريني اكس بي ناقص اكس ار. انا ديجا حسبتها لقيتها 4. كندير 4 زائد ايكلاك بي ناقص ايكلاك ار. انا ديجا حسبتها هي ناقص بين قوسين راه تساوي جدا مربع 4 و 6 16 ناقص 2 و 6 هي 4 ناقص 4 و 6 تمشي راه تساوي جدا جد 20 هي الا بغيت نخليها كنخليها الا بغيت نزيد نحسبها 20 هي 4 5 هاك 4 الا خرجت تولي زوج جد 5. راه حسبنا المسافة وحسبنا الإحداثية نتاع المتجه. مسح صحيح مسح كلش. شكون اللي جاوب عليها صحيح يا فراس؟ انت غلط؟ ما علاش ما جاوبتش؟ يلا افتح لي انت اللي بغا احداثية ام منتصف ام. مسح منتصف ام احداثيتي منتصف ام. ام منتصف ام بي اذا احداثية تاع ام شكون هما؟ منتصف اكس ام متصف ا بي كدير اكس زيد عقل عليها زيد عليها واش ندير؟ المنتصف هو المجموع المقسوم على جوج منتصف ام منتصف ا بي يعني الاحداثية نتاع ام هي اكس ا زائد اكس بي على زوج اذا ا زائد اكس بي على زوج. ملي كيقول لك الاحداثية دائما الاقواس فاصلة في الوسط افصل الارجل. الو اكس ا شنو هي؟ 1 زائد 5 1 زائد 3 6 على زوج 4 على زوج. اذا الاحداثية تكون هما زوج 4 زوج. كاين شي مشكل قدام الدابا ايكغيك تساوي ايكغيك كيفاش؟ في بلاصه فين داك الاكس ا زائد اكس بي هنا؟ لا صافي نديرو اكس بي. لا خطا غادي تقلبهم خطا صافي نوصل لتحت نديرو اكس بي. لا ما ديرش خطا خطا. علاش غادي تقلبها خطا؟ تقدر تحسبهم ابار دير ايكراك ام تساوي ياك ابار هنا تحسبهم هنا دير اكس ام تساوي اكس ا زائد اكس بي
على الزوج وتحسبها y عم تحسبها عاد تحطو، ولكن دائما خص x تبقى y دائما كاينش y بزاف الاقوات ما خصش تكون الاقوات ثم الارجو دائما. الان واش عندها 3 زوج سهل. سؤال موالي، احدد معادله مستقيم ا بي. دونك معادله مستقيم ا بي كي نديرو نحدوها شي واحد يكتب ليا الو بسرعة عندنا كيفاش كتكتب. دائما نكتب هاد الجملة في الأول باش يبان لي واش غندير. بصفة عامة معادلة المستقيم هي بصفة عامة معادلة المستقيم هي أ إكس زائد إي كراك تساوي أ إكس زائد بي. ألو حنا عندنا المستقيم أ بي يمر من خص يكون عندي جوج نقطات منو يمر من أ و ب يمر من النقطتين أ و ب يعني الماء تاعو شنو كيساوي إذن أ يساوي إيكغ بي ولا أ بحال بحال ناقص إلا سبقت بي حتى أنا نسبق إلا سبقت أ حتى أنا نسبق الله واش نساوي إيكغ بي هي واحد إيكغ أ ناقص ثلاثة ثلاثة إكس بي ناقص واحد إكس أ واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد على زوج كي نديرو نلقاو بي نعوضو في شي نقطة نعوض إما أ ولا ب إيكغ أ تساوي أ إكس أ زائد ب ياك أو إيكغ أ شنو هي؟ ثلاثة تساوي أ شنو هي؟ إكس أ شنو هي؟ زائد ب ونحسبو ب يعني نرجعو هادي منا ثلاثة ناقص واحد على جوج في واحد هي ناقص واحد على جوج تولي ولا زائد واحد لا تساوي بي وحدو المقام تولي ستة على زوج زائد واحد على جوج هي سبعة. إذا معادلة المستقيم أ بي هي إيكغ تساوي ناقص واحد على جوج زائد شكون جاوب على صح؟ أنت توما غادي تعاودها في الدار واحد واش ولا غادي عاودها باش عاودها باش تولف فهمتي بدل الارقام تاعو عاودها لان انا ولفت خماتها باهي واخا يبان لك ساهل غادي تلف لك واش دير زائد ما نقص راه كيوقع عندي مشكل الحوايج اللي ساهلين راجعوا الورد سمعت واخا ساهلين راجعوا علاش انت تقول راني عارفو ماشي كيجيبو لك المنتصف كله ولا زائد ما نقص تلف نحتاجوها إيكغ يساوي ناقص واحد على جوج إكس زائد سبعة على جوج مزيان. السؤال الموالي حدد معادلة دلتا واسط أ بي دونك خمسة معادلة دلتا هي إيكغ تساوي أ إكس زائد عرفت هذا الشيء كنكتب هذا كتعني إذا كتبتو بحال هكا كتعني معادلة المستقيم دلتا هي إيكغ تساوي إكس زائد بي هذه الجملة هذه بصفة عامة معادلة دلتا هي إيكغ تساوي إكس زائد بي هذه إما تكتبها معادلة دلتا هي أو لا دير بحال هكا هذه الكتابة كتعني معادلة هي ألوغ حنا عندنا دلتا واسط أ بي شنو المعنى ديال الواسط؟ عمودي ويمر من المنتصف الواسط كيكون عمودي ويمر من المنتصف حنا عندنا دلتا أولا دلتا عمودي على وشنو كتعني هادي؟ يعني جودة ميل ايما يساوي اي الميل تاع هذا شكون هو؟ هذا ها؟ في ميل تاع الاخر شنو كتساوي؟ يعني ا تساوي هاد الزوج طلع هنا وهذا واحد يهود يعني تولي ناقص زوج ج
جوج ناقص واحد يعني ناقص زوج لا ناقص واحد ا تساوي زوج ان زوج ناقص واحد يعني ناقص واحد الوغ كي نديرو نحسبو بي عندنا دلتا عمود على ارضي ويمر من منتصف الثاني دلتا هنا هو وسط يعني عمودي ويمر شنو كتعني هذه يمر من المنتصف دلتا يمر من المنتصف يعني ان إيكراك يساوي هو جاوب واسع واش انا اللي كنجاوب إيكراك ام شحال؟ اثنان اه شحال؟ زوج إكس ام شحال؟ ثلاثة يعني بي شنو تساوي؟ تقولون دلتا عندها إكس ناقص هذا هو الجواب ديال 8